الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى بها القوم مرارا. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى بها القوم مرارا. غصبوها حقها جهرا ومن عجب أن تغصب الزهراء جهارا. ملحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا أو نهارا. ملحاها إذ بكت والدها ويحهم ما ضرهم لو بكيت بضعة المختار أياما قصارا. من عدا ظلما على الدار التي اتخذتها الإنس والجن مزارا. هذه الدار والنبي المصطفى كم جاءها يطلب الإذن من الزهراء مرارا. يطلب الإذن من الزهراء مرارا. وبعد صار يطلب الإذن من الزهراء وعليها هجم القوم ولم تكن آيذت لا وعليها الخمار. يابا وعليها وعليها واسألن الباب عنها والجدار. واسألن لؤلؤ قرطيها لمن تثر. والعين لم تشتح مرارا. وغلي المسمار موتور لظى. فغدا في صدرنا يطلب ثارا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن في
مشتركات قرآنية بين سفينة نوح وسفينة رسول الله اللي هي عترة النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار ثابت متواتر عند الشيعة والسنة أن النبي قال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح. فكل ما لسفينة نوح من خصائص ومزايا في القرآن الكريم فهي لمن؟ لسفينة النبي صلى الله عليه وآله اللي هي عترته. وياي أحبابي، بل قلنا مو فقط ما لسفينة نوح للعترة، وإنما ما للعترة أضعاف ما لسفينة نوح. البارحة قلنا أن سفينة نوح كخصوصية أولى أنقذت من ركبها من الغرق والضلال والردى، الطوفان اللي حصل بعد شهادة النبي أعظم من ذلك الطوفان، والسفينة اللي أنقذت أيضا أعظم، وهي سفينة النبي في العترة. قلنا المشترك الثاني أن سفينة نوح مصنوعة بعين الله ووحي الله كما أشار القرآن الكريم، صحيح ولا؟ واصنع الفلك بأعيننا وشنو؟ ووحينا. فهي مصنوعة إلهيا وبوحي الله، بعين الله وبوحي الله. قلنا أن سفينة نوح المصنوعة بعين الله ووحي الله إنما نجت بمسامير سفينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فسفينة النبي أعظم، وصناعة هذه السفينة أعظم. والبارحة هذا جرنا إلى موضوع جديد وهو الاصطناع الإلهي. اصطنعتك لنفسي، أنبتها نباتاً حسنا. الله يقول اني انبتتها، مره انت تزرع شجره وتنبتها، مره رب العالمين ينبتها. مريم الله انبتها، انبتها نباتا شنو؟ هاي صناعه واصطناع الهي. حتى اكو ايه اخرى البارحه ما قلتها، ولتصنع على عيني، ولتصنع. الله يقول لموسى مو فقط اصطنعتك، ولتصنع على عيني. شلون واصنع الفلك؟ ولتصنع يا موسى، أنت تصنع على عيني. يعني هذا موسى رسول الله شلون؟ اللي وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. النبي شلون صلى الله عليه وآله؟ وهذه الصناعة الإلهية تجرنا إلى أبحاث مفصلة لها وقت آخر. بدون كلام يضيع وقتنا، الخصوصية الثالثة لسفينة نوح ولسفينة رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو الخصوصية الثالثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وياي أحبابي، تجري بأعيننا. سفينة نوح، بارعوني، سفينة نوح مو فقط مصنوعة بعين الله ووحي الله، وإنما سفينة نوح شنو؟ تجري بعين الله. يعني مرة أنا بس أصنع شيء وأنطيك إياه وأقول لك أني بعد شنو؟ ما مسؤول عنه. لما أعطيك هذا الشيء انقطع الاتصال بيني وبينه. مرة أصنع شيء وحتى لما يجري ويسري هو شنو؟ هو بعيني وعنايتي وتسديدي ولطفي. سفينة نوح واصنع الفلك بأعيننا، لا، تجري بأعيننا. وهذه خصوصية ثالثة. وهم لما تجري، تجري بصيغة الماضي والمضارع، تجري 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 مضارع، والمضارع دال على الاستمرار. هاي السفينة تجري تجري بأعيننا.
فإذا انحركت السفينة هم بعين الله ووحي الله وعناية الله وتسديد الله، مو فقط صناعتها، حتى حركتها مشيها استمرارها بعين الله. ولهذا هاي السفينة شقد رادوا يعيبوها، شقد رادوا يغرقوها، شقد رادوا ينهوها يكسروها، قدروا يوم ما قدروا، ما قدروا. ليش ما قدروا؟ لأنها بأعين الله تجري، تجري بعين الله. فمن يقدر يحارب عين الله؟ من يقدر يحارب تسديد الله، مراقبة الله، لطف الله، عناية الله؟ يستطيع العبد أن يقف أمام إرادة الله ومشيئة الله؟ ولهذا شقد اشتغلوا على سفينة تجري. ومثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، فسفينة النبي هم شنو؟ تجري هم شنو؟ بعين الله. خل اقرا لكم الايه وياي. تجري باعيننا ليش تجري باعيننا ولطفنا وعنايتنا؟ عجيب تكمله الايه، عجيب. الليله اسمحوا لي شويه اسرع عجله البحث، انطي معلومات اكثر، لانه هم راح تكمل يعني بقالي بس ليله، وانا عندي هواي مشتركات، وانا بعدني بالمشترك الثالث. اذن شلون نكمل شويه؟ خلينا نسرع. ليش السفينة تجري بعناية الله وأعين الله؟ يقول القرآن تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من هو الذي كفر؟ نوح. يعني السفينة المصنوعة بوحينا وعيننا وعنايتنا هم تجري بأعيننا. ليش؟ تقول جزاء لمن كان كفر، وهو نوح. جزاء لنوح ولما لاقاه من أجلنا. قلنا لسفينتك مو بس صناعتها بأعيننا، وإنما حتى مجراها هم شنو؟ هم بأعيننا. جزاء لأتعابك، وجزاء لما قمت به، وجزاء للألم اللي تحملت من أجلنا. 2000 سنة أنت تدافع عن التوحيد، فجزاء لك سفينتك حتى تجري بعنايتنا. ومن وعنايتنا ما نترك هذه السفينة. جزاء لمن كان كفر وهو نوح، جزاء لأتعابك. أسألكم بالله، رسول الله تعب أكثر من نوح وما تعب؟ جاوبوني زين. رب العالمين لما جاز نوح على تعب بسفينته هناك شلون؟ ما أوذي نبي مثل ما أودي، ما كنا بتأذمت. زين شوفوني، زين رسول الله صلى الله عليه وآله رب العالمين يجازي على أتعاب مثل نوح يوم يجازي؟ زين نوح جازع على سفينته، النبي جازع بشنو؟ قل لا أسألكم عليه، على الدين اللي تعبت من أجله أجرا إلا المودة. فإذا جزاء أتعاب النبي أيضا شنو؟ سفينته. شلون نوح سفينته، محمد هم سفينته. سفينته. ولهذا الدين كله خلاه بصفحة وسفينته بصفحة. قل لا أسألكم عليه، الدين كله 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 أجرا إلا المودة في القربة. إلا المودة، الدين كله بصفحة والمودة في القربة شنو؟ كفة ميزان. إلا المودة في القربة، هاي سفينته. مودة في القربة سفينته، مثل أهل بيتي فيكم. فلما تكون جزاء لأنه كفر من أجل الله واستهزئ به من أجل الله وكذب من أجل الله وظلم من أجل الله، ورب العالمين جازى بسفينته، أن السفينة تجري شنو؟ بعين الله. فلما تجري بعين الله هاي السفينة راح تتوقف في يوم، تخرب بيوم، تعيب بيوم، لو مستمرة حتى ظهور الإمام والرجعة، لأنها بعين الله. هذا معنى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن شنو؟ أن يتمنوا. هذا معنى، هذا معنى. سفينة تجري بعين الله كسفينة نوح، من ركبها نجا. القرآن يقول سفينة نوح تجري بعين الله، سفينة النبي تجري بعين الله. ولهذا وعولي إيش قد تعرضوا سفينة النبي، هم راحوا والسفينة شنو؟ بقت. مع أنه السلاح بيد ذولاك، الفلوس بيد ذولاك، السلطة بيد ذولاك،
الناس هم تركض ببرا الفلوس والسلطة، فالناس ويابن الناس بيدولك صحيح؟ أهل البيت ما خياهم واحد، لأن أهل البيت بس يحبه يعلقوه مثل ميتم التمار أو ميتم التمار، يعلقوه على نخلة، يقطعون يديه يقطعون رجليه، يسحبون لسانه من قفاه، يستلون لسانه من قفاه. الناس ما له خلق هاي الشيء، يقول لك على شنو؟ خو عيش ملك معزز مكرم منعم ويا فلان وفلتان وعلان. فالناس ويا ذولاك، والسلطة ويا ذولاك، والفلوس ويا ذولاك، والسلاح ويا ذولاك، وكل شيء ويا ذولاك. ومع ذلك السفينة انتصرت يا ذولاك. السفينة تدرون ليش؟ لأن تجري شنو؟ بأعيننا. ولهذا الله هيك يقول السفينتنا، يقول يا أيها الذين آمنوا أنا أقصد سفينتنا مو فقط الأئمة، حتى الركبها وإحنا إن شاء الله راكبين السفينة. يا أيها الذين آمنوا، أنتوا كل يا أيها الذين آمنوا في القرآن أتباع آل البيت. يا أيها يعني الإيمان ولاية علي سلام الله عليه. الإسلام في القرآن، الإسلام في القرآن يعني أكو مسلم بس ما عنده ولاية أمير المؤمنين، هو ليس شنو؟ لا يعني ليس بمؤمن، مو بالسفينة صح، يعني مو مؤمن، مسلم. قالت الأعراب شنو؟ آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا شنو؟ أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى قلوبكم. ومودة آل البيت مودة، المودة جسم يو قلب، المودة المودة الحب. ولما يدخل الإيمان، المودة قلب. المودة جهاد أكبر كما سماه النبي، جهاد النفس. تدرون يعني أفتح لي قوس بسرعة وأسده بسرعة بسرعة شيء. قلت اليوم ما أعلق هواي، أفتح لي قوس بسرعة وأسده. أكو عندنا عبادة جوارحية جسدية، صلاة صوم. أكو عندنا عبادة مالية، مالية شلون مالية؟ حقوق شرعية، هاي عبادة شنو؟ مالية. زكاة، خمس، إنفاق، صدقة، هاي عبادة شنو؟ مالية. أكو عندنا عبادة جوانحية، مو جوارحية، جوانحية، عبادة قلبية. العبادة القلبية إلا المودة في القربة. أكو عندنا عبادة فكرية عقلية، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، خير من عبادة تفكر شنو؟ هاي عبادة شو يسموها؟ فكرية عقلية. صار عندنا كم نوع من العبادة؟ جوارحية، جوانحية، ها؟ مالية، فكرية، عقلية. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يا نعمة تجري السفينة بعين الله وعناية الله. اذكروا يا الذين آمنوا، أنا قبل فترة بالفاطمية الثانية كان عندي بحث الذكر، إذا تابعتوه قرابة 9 ليالي كان عندي بحث الذكر في القرآن إذا الأحبة تابعوه. المقصود يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. كف أيديهم عنكم لأن سفينتكم تجري شنو؟ بعين الله. فيا هو اللي مديده إلكم، احنا شنو؟ الله يقول أنا أكف إيده عنكم، ولولا أنه آني أكف إيده عنكم خلوكم يو أبادوكم. إخواني يعني احنا خلنا نستفيد، الله يحفظكم باوعودي، خلنا نستفيد من تجارب التاريخ. احنا الآن أكو عندنا أسماء مذاهب إسلامية بس تلقاها على الورق، على أرض الواقع موجودة ينتهت راحة، لأن مو بعين الله وبيده راحة. وذولاك ما تعرضوا لما تعرضنا له وأبيدوا، لأن الدولة قالت أبيدوهم بادوهم. إحنا أكبر عدو للدولة القائمة سابقاً ولاحقاً واليوم القيامة، أخطر عدو للجماعة يقول لك أتباع آل البيت، صح ولا؟ يعني بزمن الامويين، عباسيين، عثمانيين، سلجوقيين، ايش مدرين، فلانيين، يهودي ما يخالف، نصراني ما يخالف، مشرك ما يخالف، ملحد ما يخالف، كافر ما يخالف، ك-
كل شيء ما يخالف الا شيعي اعوذ بالله. موتي اكو مذاهب اخرى صار اكو مشاكل بينها وبين الدوله القائمه بس مو بقدنا ابادوهم. زين احنا ليش بقينا؟ تجري والقران يقول سفينه نوح تجري بعين الله، والنبي يقول مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينه نوح تجري بعين الله. يا اسد تقول لي لعلك تقول لي مثلا شنو تمام بس تحكي لا هواي المعتزله ضروري المعتزله مثلا الشنو المعتزله مذهب فكري معروف المعتزله. صار اكو خلاف بينه وبين الدوله القائمه انذاك انهوهم يوم ما انهوهم خلاص. زين كل خلاف وياهم مو مثل خلاف ويانا، وين احنا وين هم؟ بس احنا بقينا لان تجري بعين الله ما هو ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم. الامام المهدي تجري بعين الله، الامام المهدي برسالته للشيخ المفيد يقول له ولولا 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 دعاؤنا لكم لاصطلمكم الاعداء ولنزل بكم اللاواء لولا دعائي لكم. لو ما اني ادعوكم والله يسددكم ويحفظكم ويستجيب دعائي انتم الان شنو؟ انتم الان بخبر كان. ما ظلت. ولهذا أنا أقول الأتباع آل البيت عرفوا قيمتكم والأتعاب اللي انبذلت حتى وصل لكم المذهب سالم، وحافظوا عليها يا إخوة، حافظوا عليها. حرمات أتباع آل البيت تصدر منهم أغلاط وأخطاء حرمات. يقول الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، والسيء من كل أحد سيء ومنك أسوأ لقربك منا. الإمام الصادق واحد أصحابه يقول للحسن حسن بس أنت من تسويه أحسن لأن أنت قريب من جعفر الصادق، والسيء سيء بس أنت من تسويه أسوأ لأن أنت محسوب على جعفر الصادق. ينقل من باب الشيء يذكر. أريد شوية أعيد الليلة بالسادة ما يخالف أعيد بيهم شوية. السيد المرتضى الله يرحمه يقولون إذا يجيبوا له سيد مسوي له غلط يعاقبه عقوبتين. السيد المرتضى وهو سيد، هو كان نقيب الأشراف في بغداد. الأشراف يعني السادة، تدرون الأشراف كانوا يلقبون بالأشراف السادة. حتى الآن في بعض الدول العربية السادة يسموهم الأشراف، هم فعلا الأشراف أبناء الأشراف. لما يجيبون شريف للسيد المرتضى سيد مسوي ذنب يقول له أعاقبك عقوبتين، يقول له ليش سيدنا وحدة؟ يقول له لا اثنين، الأولى هاي العقوبة اللي الإسلام خلالك إياها، والثانية لانتسابك من رسول الله لأن أنت ما حفظت نسب النبي صلى الله عليه وآله، فأنت لما انتهكت حرمة نسب النبي أعاقبك لنسب رسول الله. إحنا أتباع آل البيت يعني المفروض الله الله بأنفسنا يعني، وإن شاء الله يوصل هذا الكلام خصوصا للمعنيين خصوصا للمسؤولين خصوصا للسياسيين اللي يدعون الانتماء الى مذهب آل البيت. طلبت منهم قبل فتره وشيخ جعفر الابراهيمي ثاني يوم على قناه الانوار اشاد بالمبادره، طلبت منهم ان يتنازلون عن رواتبهم، رئاسات ثلاث مجلس نواب وزراء ورئيس الوزراء، رئاسات ثلاث مع نوابهم مع وزرائهم واعضاء مجلس النواب، طلبت منهم ان يتخلون عن رواتبهم الى ان تنتهي المعارك في المنطقه الغربيه، وهاي الاموال يطوها لابناء الحشد الشعبي الابطال. فطلبت منهم. ثاني يوم الشيخ الابراهيمي الله يحفظه شيخ جعفر قال انا اؤيد هذه المبادره على المنبر وادعو السياسيين الى انجاح هذه المبادره، وانا هم طلبت من الشباب يشكلون ضغط على الفيسبوك وغيره، يوقفون المنبر الحسيني ويشكلون ضغط على المسؤولين حتى يتنازلون عن رواتبهم وننطي رواتبهم الابطال الحشد الشعبي. يقعدوا لي حسب الظاهر وحسب ما قالوا لي، انا ما تابع اخبار قليل، يقولوا لي قاعدوا بالبرلمان شالوا ديهم شهر واحد نص راتب. ماكو احساس بالمسؤوليه ماكو. وبالمقابل يقولوا لي الان موظفين بدوائرهم متفقين
بالتربيه بالصحه وغيرها متفقين، يابا كل واحد خيخلي حصه من راتب الابطال الحج الشعبي. هذا شلون موقف مشرف وذاك شلون موقف مخجل. ولهذا انا هم اقول الموظفين اقول لهم هذه خوش بادره، ما لكم ربط بذولاك، ما لكم ربط بذولاك، ذولاك مو قدوتنا. هذه خوش مبادرات سووها بكل دائره، انه كل واحد عنده راتب يتنازل بمقدار ما عن شيء من راتبه وتجمعوه تطول العوائل الشهداء، عوائل الجرحى اللي يحتاج عمليه برا نوديه برا. يا اخوان الله يحفظكم، وهذا الكلام مهم. احنا الان بمعركه، احنا لو ما ذولا تقعدون انتوا الان مجلس الزهراء، خلينا نكون شويه واقعيين، خلينا نحترم انفسنا. احنا لو ما ذولا سالمين على اعراضنا، خلينا نكون واقعيين. هاي فكف ايديهم عنكم بسواعد هؤلاء الابطال اللي انت الان مرتاح وهو نايم على الساتر. فذولا اذا من وقفوا ويا عوائل الشهداء وعوائل الجرحى، من يوقف وياهم؟ ذولا النص راتب شهر واحد ما يخجلون؟ لو احنا نوقف وياهم من يوقف وياهم؟ الشعب كله خلي يوقف، خلي يخلي حصه من اموال هذه العوائل. اسمعني، خلي يفعل هذا الكلام، لا نبقى بس نسمع ونطلع لا شيء. ذولا خلفوا اطفال، خلفوا عوائل، من هم؟ اذا تركناهم كل احنا مسؤولين يوم القيامه، انا مسؤول وانت مسؤول وكلنا مسؤولين. قفوهم انهم مسؤولون، والله كلنا مسؤولين. هسه يكفي تعليق. هاي هذا المشترك شنو؟ الثالث بين سفينه نوح وسفينه النبي واله، اللي هو السفينة شنو؟ مو بس مصنوعة إلهيا، تجري إلهيا، تجري إلهيا. وهاي اليوم تشوفون انتم آثارها، العالم كله كان مخطط أن تسقط بغداد كله، ومسليهم سلاح ومدربيهم ومقويهم ودول تدعمهم، صح؟ وإلا ذولا اللي سبح ما يعرف يسبح، مقمل من راسه الى رجليه ما يعرف غير الوسخ والقذاره والنتانه، ذولا يعرفون يستخدمون هذا السلاح ومدربين على هذا السلاح، وينهم وين هذا السلاح؟ ذولا دول وراهم، الكل كان مخطط ان يسقط هذا البلد. واذا سقط العراق تدرون شو يصير؟ يعني قلب التشيع النادب، اذا سقط شو يصير؟ يعني اذا مقدسات العراق تعرضت لخطر شو يصير؟ يعني توقعوا. فكف ايديهم عنكم، تصدر الفتوى وبري شبابنا ويوقع بالفخ، الحفرة والفخ هم اللي وقعوا بي، وعساهم يوقعون بي دنيا وآخرة إن شاء الله. ورجع سحرهم عليهم وانقلب عليهم، نعم رجع عليهم، كان المخطط أن تخرب مدنة، فرجع كيدهم إليهم في نحورهم، والله سلمنا منهم. وإلا المخطط كان أكبر من ذلك، مدننا تروح، أعراضنا تروح، مراقدنا المقدسة تروح، كل شيء يروح. زين، المشترك الرابع، بسم الله الرحمن الرحيم. متفاعلين وياي وتعبتوا؟ وقال نوح، وقال اركبوا فيها، الله 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 الله، اركبوا اركبوا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هنا أنا أكو هنا أمران أريد أبينهما وياك. الأمر الأول، بعض الأحيان الانطلاقة تكون صحيحة بس مو بالضرورة المرسى يكون صحيح. بعض الأحيان السفينة تطلع مكان صحيح بس ما ترجع بمكان صحيح، لو تغرق بالطريق، لو ما توصل المقصودها، لو تتيه، لو لو لو، صحيح؟ القرآن الكريم يقول ربي أدخلني شنو؟ مدخل صدق. بعد وأخرجني، يعني البداية صحيحة والعبرة أن تكون ماذا؟ النهاية هم صحيحة. بعض الأحيان أدخل من مدخل صدق لكن أخرج من مخرج شنو؟ كذب، صحيح؟ أضرب لك مثال، مثال
أنا أرشح بالانتخابات مثلا حتى أخدم الناس، هذا مدخل صدقي ولا نجحت؟ هل بالضرورة أن أخرج من بعد ما انتخبت مخرج صدق؟ لو تصير خدمة الناس مثلا مقاولات وسرقات و و و و و المدخل صدق، لكن المخرج صار مو بالضرورة. لما أدخل مدخل صدق المخرج هم يكون مخرج ماذا؟ صدق. ولهذا القرآن شي يقول؟ يقول ربي أدخلني مدخل صدق بعد وأخرجني، هذا ما يسمى بحسن العاقبة. أني أدخل للحياة أصلي، بس مو بالضرورة أني أطلع من الحياة شنو؟ أصلي، لعله أطلع من الحياة ألعن الصلاة وأهل الصلاة. صحيح؟ مش مدرين، هذا ما يسمى بحسن العاقبة. سفينة نوح خصوصيتها الرابعة أنها باسم الله جرت وباسم الله ماذا؟ رشت. مدخلها صدق ومخرجها شنو؟ صدق. يعني بعباء سفينة النبي قال فيها الحق: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بعد وما بدلوا تبديلا. يعني خاتمتهم كبدايتهم وبدايتهم كشنو؟ كخاتمتهم. بداية صحيحة ونهاية صحيحة. فالسفينة معصومة يا مو معصومة؟ معصومة. السفينة بسم الله مبداها وبسم الله منتهاها، بسم الله مجراها وبسم الله مرساها، فهي من الله إلى الله وما بينهما في سبيل الله. هذه خصوصية سفينة منه نوح. ورسول الله يقول: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح. هذا الأمر الأول إن نستفيد من هذه الخصوصية الرابعة. الأمر الثاني وياي، هذا علم. الأمر الثاني حفظوه بنا. الأمر الثاني تكملة الآية مو بس بسم الله مجراها ومرساها، هاي السفينة، أما بالنسبة للي يركبها: إن ربي لغفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ لأن شوفوا بداية الآية: وقال اركبوا فيها فربي غفور رحيم لمن؟ لمن ركبها. ولهذا رسول الله يقول: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. لأن من ركب في سفينة نوح قال فيه الله أنه له غفور رحيم، ومن ركب سفينة النبي أيضا الله بالنسبة له شنو؟ غفور رحيم. هذا معنى حب علي حسنة، سفينة علي حسنة لا تضر معها. بل أقول لكم قضية أخرى، مو فقط لا تضر معها سيئة، وإنما ضمن الثقافة القرآنية وياي اللي يركب السفينة ويتوب، يسوي عمل ويتوب، مو فقط الله يغفر لسيئاته، وإنما أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني السيئات اللي ارتكبها يتوب عنها وهو في السفينة. الله مو فقط يمحي السيئات، وإنما اشقد مسوي سيئات، السيئات شي يبدلها؟ هذا القرآن يقول مو أنا: أولئك يبدلوا سيئات يمنوا حسنات. هذا القرآن كرم عظيم. هذا طبعاً أكو آيات السألي دقراها هسه بعض الإخوة، مو استغفر الله، يعني مو أقصد بعض الإخوة، بعض الناس هيك، خلي أعبر تعبير دقيق، بعض الناس يجنجنون مثلاً ما يسمعون هذا الكلام، يجنجنونهم.
حتى باب الشيء بالشيء يذكر، خلي محطة استراحة، شي قصة. أحد العلماء التقى بأحدهم، وأحدهم ألغز الكلام أطلسمه، وأحدهم كان ما يقبل بحديث حب علي حسنة لا تضر معها، يقول ما يصير هذا حديث مو صحيح. فالتقى به أحد العلماء قال له أسا أنت اللي مأذيك بالحديث شنو؟ قال له اللي مأذيني بالحديث لا تضر معها سيئة ما يصير. قال له هذا يجرئ الناس على الذنوب. قال له هذا اللي مأذيك؟ قال نعم. قال له القسم الأول من الحديث مقتنع بي ولا حب علي حسنة 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 لما تعطي صدقة الواحد حسنة يوم مو حسنة حب علي حسنة يوم مو حسنة. قال له إيه حب علي حسنة بالتفقيد. قال له متأكيد حب علي حسنة قابل بهذا الفقرة من الحديث؟ قال له إيه قابل حب علي حسنة. قال له خذ أكو آية بالقرآن تقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا يذهبن السيئات يعني حب علي حسنة شنو؟ لا تمر معاه سيئة، لأن الحسنات في القرآن شنو؟ يذهبن السيئة. يقول سكت معناه، يقول له لا لا عليك شنو خايف؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، حب علي حسنة تقول أنا أقبل بها، يعني لا تمر معها سيئة لأن يذهبن السيئات. القرآن يقول يركب السفينة إن ربي لشنو؟ لغفور رحيم لمن ركب السفينة، غفور غفور يغفر الذنوب. يعني إخواني ضمن لمن لا يفهم القرآن الكريم ويتكلم، أكو عندنا ناس من هالنوع حتى بعضهم يدعون الانتساب إلى مذهب آل البيت، وذولا يحرقون الدم أكثر من غيرهم. روح تعلم، روح اقرأ قرآن، تعلم علوم القرآن بعدين سولف. إذا ما تعرف لا سولف. ضمن الثقافة القرآنية آية قرآنية تقول من اجتنب الكبائر تغفر لهم الصغائر. آية قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم وشنو؟ ويجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم الصغائر. إن ربك واسع المغفرة. إن ربك شنو؟ واسع. حب علي حسن مبدأ، كمبدأ أتكلم مو الآية بالحديث، لا لا كمبدأ. آية أخرى بسرعة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. المقصود بسيئاتكم شنو؟ الصغائر اللمم. من تجتنبون الكبائر نكفر عنكم الصغائر. إخواني الله يحفظكم، رب العالمين خالقنا حتى يعذبنا لو يرحمنا. هو غفور رحيم. بس الإنسان همفون يجيب الواجبات يترك المحرمات. القرآن يخلي شر ترك الكبائر، الغيبة من الكبائر، الكذب من واصبالك. يعني الإنسان يكون يترك المحرمات يجيب الواجبات ويركب السفينة، رب العالمين يقول له أدللك أدللك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئة. فآمنوا وعملوا حب علي حسن يكفر لا تضر معها سيئة. آخر آية هاي مرتبطة بعلي وأولاد علي، وتثبت هذه الحقيقة اللي تشير لها آية نوح إن ربي لشنو؟ لغفور رحيم لمن ركب السفينة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اهتدى لمن؟ لمن اهتدى؟ صلوا على محمد. لمن اهتدى؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وهو الإمام. وجعلنا منهم أئمة يهدون. إذن الهداية اختصاص منه الأئمة. ثم اهتدى
لهدى الأئمة، لولاية الأئمة. ما أدري اهتدى لهدى الأئمة يعني شنو؟ يعني ركب السفينة. ركب السفينة. القرآن الكريم يقول إن ربي لغفور لمن ركبها. هذا يا مشترك ايش قد رقم؟ 4. اللحق على الخامس بدقيقتين، شوف سرعة حتى نقول اليوم شوية مشينا بالبحث. 5. وبه أختم وللبحث يتم في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. 5. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنجيناه. من هو؟ نوح. يعني هسه أفهمه من الآية واضح أن النجاة في زمن نوح انحصرت بمن؟ بالسفينة. النجاة منحصرة بالسفينة. فأنجيناه وأصحاب السفينة. يقول القرآن أكو غيرهم ناجي؟ ها؟ نوح والسفينة. النبي يقول مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة من ركبها نجا. فأنجيناه وأصحاب السفينة. كل من يركب السفينة ناجي. ما يركب السفينة ابن نوح، زوجة نوح، ابن عم نوح، ابن خال نوح، ابن عمة نوح. العبرة بركوب السفينة. تركبها نجيت، تنزل منها جهنم وبئس المصير. وهكذا الحال مع سفينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية أخرى تقول موعولي فأنجيناه ومن معه في الفلك. هاي ومن معه مهمة، تذكرني بآيات أخرى بس الوقت داركني خلاص. فأنجيناه ومن شنو؟ معه بسفينة النبي وآله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين يعني وين؟ سفينة النبي مع. فأنجيناه ومن معه. اتقوا الله وكونوا مع. يعني سفينة النبي وآله. وإلا حال ما يركبها حال ابن نوح، حال زوجة نوح، حال المركبوها. فرقهم ماكو بعد. أظل يسوي لفلان وفلتان وعلان، وهاي أم ما أدري منه وذيك أبو ما أدري منه. كل شيء لا شيء. ركبت يوم ما ركبت ماكو بعد حكي زايد ناقص. فآية أخرى فأنجيناه والذين معه في الفلك. كتولي كتولي. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. يعني انقسم الناس إلى شنو؟ قسمة ناج وغارق. الركب سفينة ناج وتركها. وأغرقنا الذين كذبوا بآيات الله. نوح من آيات الله ولا؟ الله يقول وجعلنا ابن مريم عيسى وأمه مريم آية. زين نوح شلون؟ نوح إبراهيم من شيعته في القرآن. إبراهيم من شيعة منه؟ نوح في القرآن. إبراهيم من شيعة نوح. تدرون؟ نوح آية. ذا عيسى آية. نوح شلون؟ نوح آية من آيات الله. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. اللي واحد منهم نوح. سفينته هم آية. راح تجي هاي مشترك آخر. بالنسبة لسفينة نوح، بالنسبة لسفينة النجو آلة، إن الذين هناك كذبوا بآياتنا أغرقناهم. إن الذين كذبوا بآياتنا لبزمن النبي علي وأولاده لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في يعني غرقوا يوم ما غرقوا. ما
بكرة كون نخلي حصة الرثاء أكثر من الليل بصراحة. هاي صار لي ليلتين أظلم معي أعترف. بس هو البحث مهم قاعد ياخذ وقت. وإلا صار ليلتين أظلم بكرة نعوض. فالثلث ساعة نخليها للرثاء لأن الشهادة في الزهراء عليه السلام. فعذروني لأن الليلتين حتى نوصل فكرة الشباب. عذروني. ويظهر المجلس المشتركات راح أكملها ببغداد. يعني عندي مجلس ببغداد أما راح لحق أكمل يعني. المقصود. فاطمة كما سيأتي فاطمة من أعظم آيات الله. كذبوها يوم ما كذبوها لا كذبوها قالت لهم إرثي قالوا لها مالك إرث قالت لهم إرثي أنا أي إرث قالوا مالك إرث يعني كذبوها يوم ما كذبوها كذبوا بآيات الله شون كذبوا سفينة نوح كذبوا سفينة النبي لا يدخلوا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج يعني المحال كذبوا الزهراء واستكبروا على الزهراء وعن الزهراء كما يعبر القرآن واستكبروا عنها كما يعبر القرآن الكريم كذبوها آذوها ظلموها مولانا صارت طريحة فراش صدقون نحيلة صارت الكتب تقول يغمى عليها بين الساعة والأخرى قام تموع روحها تدخل طيبوها الله يحفظ الشيخ الوحيد الخراساني من مراجع الشيعة الكبار يقول للتلامذة وهم طلبة بحث خارج قرابة 2000 معمم بحث خارج يقولهم بالدرس يقولهم الصدقون أكو مرة عندها زوج كعلي وأولاد كالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم لما أبوها يقولها أنت أول وحدة راح تلحقين بي تفرح يقولهم صدقون يعني مرة تفرح بفراق علي وفراق الحسن مرة عندها مثل الحسن والحسين تفرح تفارقهم أكو تشي بس إش قدر أوها ضيم اللي فرحت إش قدر أوها قهر اللي فرحت إش قد ظلموها اللي فرحت وإلا أكو مرة من دون ضيم يعادل الدنيا وما فيها تفرح بفراق علي بن أبي طالب والحسن والحسين تقول لقومك يا أبويا ما رعوني يا بقومك يا يابا ما رعوني وخلاف عينك لو عوني اي والله لو عوني بويا لو عوني لو عوني بويا برا المدينة طلعوني بويا برا المدينة برا المدينة طلعوني خذوا نحلتي وبجوا عيوني قالوا لها بلال موجود يا زهراء دزت على بلال قالت له بلال اريدك تاذن اريد اسمع صوتك قال يا سيدتي انا بعد النبي ما اذنت وما اريد اذن قالت لاني امرك ان تاذن يا بلال اريد اسمع صوتك يذكرني بايام والدي رسول الله بلال صعد على الاسطوانة صاح الله أكبر قالت له شهد جلدي عظمي دمي لحمي أن الله واحد لا شريك له الله أكبر من أن يوصف أشهد أن لا إله إلا الله قالت له شهد عظمي ولحمي أن الله واحد قال أشهد أن محمد رسول الله زهراء لما سمعت محمد رسول الله أمي عليه قالوا لبلال توقف عن الأذان لقد أمي على حبيبة المصطفى قالهم لا أؤذن بعد اليوم وأذن الزهراء كان لما يجي السائل إلى المدينة يسأل عن النبي وتسمع الزهراء واحد يسأل عن النبي وما عليه تأتي يا قدر يبيان كل ما لا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا بويا صبت علي مصايب لو أن غا صبت على الأيام صرنا لياليا يا باب أسغاب شخصك يا Yeah, I'll put it in.
اصحابهم شايلين. انا ليه طلعت ولا وحزينة؟ قلت ليش عندك جاي يا بني؟ انا وكل يوم كل يوم قلبي مروعين منوعين. مو يا من شافني هذه فاطمة يا هو اللي دق عليها الباب تبكي تصير كعزية. ليش تقول أبويا يا حبيبي؟ يسأل عن أبويا أبويا أبدا أبدا. ماتت فاطمة، قتلت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذا موقف يذكرني بموقف ما أدري إيش جابني إلى هسه، شنو ربطني بذاك الموقف. المهم هذا الموقف يجرني الموقف لما زينب رجعت الدار الحسن ودخلت دار الحسين سدت الباب وقالت للعلويات لا تطب علينا مال، نريد نبكي على الحسين. وقعدن العلويات بغرفة الحسين، هنا قعد اخويا، هنا نام اخويا، هنا كان ياكل اخويا، هنا هنا ويبكن ويلطمن. وزينب ايش صاير بيها يعني؟ بقت اشهر وماتت، اشهر وماتت. المهم وبينما هي كذلك واذا الباب اندقت. من الطارق؟ رجل. هاي العلوية الواقفة على الباب ما جاوبت، سمعت صوت رجل، جت لعمتها زينب. زين العابدين كان مو بالبيت طالع، البيت ما بي بس زين العابدين، الشباب راحوا البيت كان كله شباب ماك ولا واحد، كلهم راحوا. فزينب وقفت برا الباب مثل أمها الزهراء من وقفت برا الباب وقالت من الطارق؟ قالها سيدتي وافد على الحسين، أول مرة أشوف الباب مسدود. الباب كان مفتوح والديوان عامر والمضيف عامر والحسين يستقبل، شو الباب مسدود؟ قالت له يا وافد ايش عندك؟ قالها جاي على سيد الحسين، اريد الحسين. ايش عندك ويا الحسين؟ قالها اول مره مرت حاكيني ورا الباب، العلويات ما يحكن ويا واحد. قالت له الدنيا خلت تنسون، الدنيا خلت تنسون. المهم تقول ليش عندك؟ قطعتني يا قلبي، ايش رايك؟ قالها سيدتي انا كل سنه اجيب هذا اليوم، ابو علي يعطيني فلوس تكفيني سنه كامله، انا عايش على الحسين، وهذا اليوم يوم عطائي، ابو علي ينطيني حتى اعيش بيها للسنه الجايه. قالت له هسه ايش رايك؟ قالها اريد عطائي من الحسين. قالت له ابو علي ما موجود. قالها بس الحسين إمام ما ينسى، لابد خال عطائي يم واحد ثاني يم أخو العباس، العباس موجود؟ قالت له العباس ما موجود. قالها زين شوفي لي علي الأكبر. قالت له علي الأكبر همام القاسم. قالت له ما موجود. أخ العرب لقد قطعتني يا قلبي. قالها أنا رايح باكر الصبح أجي الحسين. قالت له باكر ما يجي. قالها يومين؟ قالت له ما يجي اسبوع، ما يجي شهر. قالت له يا اخي العرب ما يجي الحسين، اقتلت العلويات انت روح. قالها سيدتي اخبريني ما صنع الدهر بسادتي، دارت عينها الى كربلاء ما جور تنشد على عسير. هو عذرك يا ذل تنشد على المير. هذا طور أسد من أسود المنبر سيد جابر أغائي الله يرحمه. أنا خويا تركت بقرب الرين والعيون تصد على المجبلين، بلجن وياهم يرجع عسير. قالت له ما تروح، كان عندها باقيه قلاده، باقيه عندها قلاده. قالت له خذ القلاده وبيعها واستفيد منها وروح. الحسين بعد ما موجود ما يرجع ابو علي، راح رجعت
البيت ابو علي الغرفة ابو علي قل لاخويا انا محيرة ومغير اللون شقول اللي بي عنك مجدورك هو الغياب والله ويجرو تذكرت هسه زينب تقول للحسين عليه السلام تقول له شقل لي اوقف على الباب رد اخوان ما عندي انا شقل لي اوقف على الباب رد اخوان ما عندي ما عندي راح ليكرم الخطار بجية والدي وجدي والله راح ليكرم الخطار ابو علي بجية والدي وجدي جدي ارد اقرا هذا الطور زينب تقول اجلي يالي جلي يالي يا ابو اليمة بلا حلم وحدي بين الزلم والخيل جلي علي جلي يا ابو اليمة وليالة تقول للأكبر بعدك ما بقى عجين الحين بدمع هل دايم يسيل جلي علي جلي ام عبد الله ويمه ترتل باسمه ترتيل جلي سكنت عاتب بعمها وصف راح يشفيل جلي بمحمد وآل محمد صلي على محمد باكر نقرأ المصرع أهل السماوات بكرة نقرأ مصرع الزهراء سلام الله عليه بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله واجعلنا من خدامه ومن المستشهدين تحت لوائه اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله اشفي مرضانا يا الله لا سيما يسر أمورنا يا الله اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار لمحمد وآل الأطهار احفظ مجاهدينا يا الله احرسهم بعينك التي لا تنام سدد رميتهم يا الله اربط على قلوبهم بالصدر يا الله ثبت أقدامهم يا الله أرجعهم إلينا سالمين غانمين منتصرين يا الله احرسهم بعينك التي لا تنام يا الله المؤسسون تقبل أعمالهم وأوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم اكتبوا في صحائف أعمالهم يا الله إلى أمواتهم أمواتكم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات